الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآية نمر عليها ويحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى، وربما من لم يدخل المدرسة ولم يعش فصوله يحفظ هذه الآية كما يحفظ اسمه، لكن حينما يقرأها العبد بيقين ويتأمل سياقها وسابقها ولاحقها يجعل قلبه يمتلئ بحسن الظن بربه تبارك وبحمده. تأمل هذه الآية متى جاءت. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله الصوم، قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم في ضمن آيات الصيام يأتي ربنا بهذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما جاء الإمام الفذ المفسر الكبير النحرير الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير قال هذا فيه إشارة إلى أن دعوة الصائم ودعوة شهر رمضان هي دعوة حرية بالإجابة. تأمل. طيب تعالوا خلنا ناظر سياق هذه الآية التي جاءت بعد ذكر الصيام. الله يقول شف وإذا سألك عبادي، كل أسئلة القرآن يجيبها محمد إلا هذا السؤال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، كلها يجيبها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما كان السؤال عن علاقة العبد بربه وتضرع الخالق أو الخلق للخالق كان الجواب من الله من دون واسطة، بل حتى الأمور الغيبية التي ستقع في الآخرة تجد أن محمد يبلغه الله فيجيبها بلاغا عن الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إلا هذه الآية. تخيل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب قريب، شوف تخيل قال سألك عبادي بالياء ولم يقل إذا سألك عباد، لأن العباد تدل على الكثرة والغلبة والقوة، تدل على الكثرة. سألت أنا وأنت وملايين في بيت الله الحرام وملايين من البشر مروا على هذه البسيطة وما زالوا يلحون على الله بالليل والنهار ويتضرعون إليه بالسر والجهار، ومع ذلك الله يقول إذا سألك عبادي ولم يقل إذا سألك عباد. ليش؟ لأن العباد تدل على الكثرة بخلاف العباد فإنها تدل على القلة. لذلك الله يقول قل يا عبادي الذين، ولم يقل قل يا عباد. ليش؟ لأن عباد الله الذين أسرفوا على أنفسهم هم كثير. قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما إذا كانت عباد بالياء بدون الياء فإنها تدل على القلة. قال الله جل وعلا فبشر عباد، ولذلك لما كان المبشر قليلا حذفت الياء وجيء بها من دونها. تأمل الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه بس فيها وقفتين عشان تعرف سحر هذا القرآن، وأن أي حرف جاء بكتاب الله جل وعلا له دلالات بعيدة تجعل قلبك يمتلئ عظمة وإجلالا لهذا الكلام الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الأصل أن جواب الشرط يأتي بعد فعل الشرط وإذا. أن تقول إذا أكلت شبعت، لكن ما تقول إذا، ما تقول شبعت إذا أكلت، وتقول أنت إذا نمت استرحت، ما تقول أستريح إذا نمت. طيب هنا الله يقول أجيب إذا، طيب الواجب أن يقال إذا دعاني أجبت. لماذا جاء الله عز وجل بجواب الشرط قبل فعل الشرط؟ لتعلم أن إجابتك أكيدة، ليست إجابة ظنية، لتعلم أن الله سيجيب لك. دعوت الله سيجيب، إما أن يصرف عنك السوء، وإما أن يجيب ما دعوت به، وإما أن يدخرها لك عنده تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن سيجيب الله لك، لا تحزن ولا تكن في ضيق. لذلك الله يقول أجيب دعوة، فقدم الجواب على الفعل، يعني ترى أجيب دعوتك. وتأمل في قول الله أجيب دعوة الداعي إذا، ولم يقل إن دعان. أنت لو تجد حرف إذا في القرآن تجد في هذا الحرف لا يأتي إلا مع الأشياء التي ستقع أكيدا، بينما إن الشرطية تأتي مع الشيء الذي يقع ومع الشيء الذي لا يقع ومع الشيء الذي يقع قليلا ومع الشيء الذي يستحيل وقوعه أصلا. قال الله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. شف تخيل قل إن كان، مع أنه لن يكون للرحمن ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. ما قال الله قل إذا كان، قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولذلك تأمل، أما إذا دائما في الفعل المؤكد الذي سيقع أكيدا أو كثيرا، قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ستنسلخ. قال الله جل وعلا سبحانه وبحمده إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وكل هذه ستقع. الكلام عن هذه الآية، وأنا أعتذر عن الإمام، دقيقة واحدة فقط، كلام طويل جدا وكلام حقيقة يجعل القلب يطير إلى الله جل وعلا، لكنني سأختم هذه الكلمة بجملة لابن تيمية رحمه الله تعالى يجب علينا أن نستحضرها ونحن في هذه الليالي المباركة الفاضلة. يقول شيخ الإسلام: الرب أي الله أكرم ما تكون عليه، أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه. أعطني همك ووجعك ودينك ومرضك وفقرك وذلك ومسكنتك وأولادك وما أهمك وما أبكاك، ثم ارفعها إلى السماء وانظر فرج الله وكرم الله جل وعلا وجوده. اليوم وأختم بهذا، في صلاة العشاء الإمام يقرأ لنا آية الطلاق في غير هذا المسجد. والله يا إخواني أن قلبك يطير إلى ربك حينما تقرأ كل آية فتجد أنها تدلك على خالقك. الله يقول في آية الطلاق، كلها في أحكام الطلاق، يعني كلها في الطلاق تبارك وبحمد، ماذا يقول لنا الله؟ يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله يقول تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يعظم له أجرا. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال تبارك وبحمده: أعطني همك ودينك وما أغمك، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. الله يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بالخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.